نتكلم عن المفروشات الخاصه بغرفه السفره. في اراء بتقول انا بحب اجيب مفرش كبير بقى، المفارش سواء كانت سيرما، ما اعرفش لسه موضه دلوقتي ولا لا، او الستانات الاورجانزا والحاجات دي كلها، يعني لازم يبقى السفره كلها متغطيه ونازل كده المفرش من ناحيتين، ده بيبقى شيك. والناس تقول لك لا دلوقتي ما عادش في الكلام ده، فيه ده المفرش المستطيل في النص كده الجبلان، بقى هو ده الاشيك، ويتحط عليه الشمعدانات كده وخلاص. في اللي يقول لك لا انا ما برضو ما بحبش كده، انا بجيب المفارش الدوائر، دايره هنا ودايره هنا ودايره هنا، فده يبقى شكله الطف واشيك وبقى مودرن. فنفرشها ازاي اوضه السفره؟ هلا انا بفضل ان احنا لما يكون عندنا، يعني اذا انا جايبه طاوله فيها موديل معين او فيها اشياء معينه، حرام غطيها يعني. يعني ولا بجيب اي شيء، بجيب لوح خشب وبحط عليه شرشف وخلص خلصنا. فلا انا بفضل انه ما نغطي الطاوله كلها، يعني حلو يبين عندي انا شو حاطه. فيني استعمل شيء بس بالوسط، اذا انا حتى هذا الشيء اللي بالوسط يستعمل بس تجميليا، يعني لما بيجيني ناس وبدي احط الاكل وهيك، مش ححط شيء على الطاوله، حشيلهم كلهم. لا اذا انا بفضل انه مثلا بدي احافظ عليها، فانا بغطيها كلها بس لما يجوا ضيوف. يعني انا لما بدي احط الاكل بفرش الطاوله انه حفاظا عليها، يعني خاصه اذا كانت خشب وبخاف انه مثلا تنجرح او شيء، فيني غطيها بشيء. ولكن لكل يوم، يعني اذا انا بس بدي للمنظر، يعني انه لا حرام غطي الطاوله، ففيني احط شيء بالنص. في الاشياء اللي بتجي اخرها تراينجلز، نازل مثلا شيء منها بيكون مذهب او شيء كثير مهضومين، وعم بيستعملوا هلا كثير، فبحس هيدا الشيء يعني بزياده. طب فكره ان انا اجيب مفرش مربع واحطه في النص، يعني بشكل يعني موارب كده، وتبقى الفازة فيه في نصه وباقي السفرة كلها فاضية، يعني فيش إلا المفرش ده في النص. هلا لو صغير وما بيغطي لي كل الطاولة، يعني بتضل مبينة تفاصيلها، ممكن. بس كمان بدي لبقه مع العفش، بدي أعرف نقي اللون. ما فيني أجيب مثلا، منلاحظ في ناس دايما بحطوا شرشف أبيض، فأنا هيدا الأبيض هو يمكن يعني هو هنا لو تلاحظي كمان المفارش والستاير كلها بيضة، مفيش نقاش فيها. هو لو ماشي مع البيت كله، يعني لو أنا كل شيء عندي أبيض والصالون أبيض وهيك، أوكي ما عندي مشكل. وإلا يعني حتى بهيدي النقطة أنا بحس إنه لا، لازم يكون في لون مع الأبيض، يعني طبعاً يكسروا شوية، حرام ده تلج يا جماعة. بالضبط. فأنا بدي أعرف بس كيف نسق لونه، ومثل ما قلنا ما يغطي لي كل، ما يكون عم بغطي كل الطاولة، يعني لأنه حلو تبين طاولة. طب يفضل يتحط ايه بقى على السفره؟ في بيحب يحط شمعدانات عاليه جدا، وفي بيحب الطقم المعروف في الشمعدان اللي بيبقى فيه ثلاثه في وسط الساعه الكبيره، وحاجه اثريه كده قديمه وتقيله وغاليه جدا برضو، فيها كل المواصفات. ده يتحط على البوفيه، والسفره بقى يبقى عليها طبق الورد الكبير او الفازه العاليه جدا، الحاجات الضخمه دي. امتى فعلا كمهندسه ديكور يا مريم تقولي احط الحاجات الكلاسيكيه البحته دي؟ ممكن ايام واسماعيل كمان تبقى كلها مذهب بقى وتحسي كده نفرتيتي، وامتى تقولي لا انا محتاجه حاجات كلاسيك خالص او حاجات بسيطه، شمعدان ابيض المعروف، حتى كمان ممكن يكون ستيل او بلاستيك او اي حاجه من الحاجات دي، حسب انا شو الطراز اللي انا ماشي عليه بكل يعني بالغرفه كلها، بالصالون مع السفره. اذا انا ماشي كثير مودرن، ما فيني اجي احط شيء كلاسيك كثير ومذهب ويعني مزخرف والى اخره. اذا انا ماشي مودرن بكل الصالون، لا بدي امشي بشيء سمبل، يعني يمكن حتى ممكن اذا انا يعني ما بستغنى عن فكره الشمعدين، فيني احط شمعدين بس يكون ستريت، يعني مش اشياء مذهبه كثيره، لا وحاجات كده انت مش عارفه هو شكله عامل ازاي اصلا. اي فانا بدي امشي مع الستايل اللي انا ماشي عليه بالاصل بالصالون باوضه السفره. هلا الشيء اللي انا بفضل نحط على الطاوله، ما بفضل نحط شيء عمودي، يعني ما بفضل يكون في شيء كثير عالي، خاصه اذا طاوله مستطيله، فانا بفضل يكون في شيء بالوسط ويكون ماشي مع شكل الطاوله، يعني يكون شيء بالطول جاي، مش يعني بالعرض، مش بالارتفاع، مش بالطول. يعني هو للشكل احسن، و يعني بيعطي هيك، يعني الطاوله خلص ما في عليها شيء، فيني اشوف الشيء اللي وراها، خاصه اذا عندي دورسوار وراها. فلما يكون عندي كمان دورسوار، اوكي ورا فيني احط اشياء طويله، فيني احط هول الشمعدانات اذا انا كثير بحبهم، فيني احط فاز كبيره، فيني احط اضاءه. عاده بيكون عندنا مرايه فوق الدورسوار، فكمان بدي اعمل حساب هيدا الشيء. بس على الطاوله نفسها انا بفضل يعني ما يكون شيء كثير عنده ارتفاع عالي، يكون شيء مسطح نوعا ما. تمام.